السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين، عدد خلقك وزينة عرشك ومداد كلماتك يا رب العالمين. أهلا بأعزائي مشاهدي ومتابعي قناة المزرعة البيتي من داخل مصر ومن خارج مصر. النهاردة بفضل الله معانا عرض أنية حليات برق حر، واللي مش فاهم يعني ايه حلية يعني انتاية، بنقول عليها حلية. ولكن مبدئيا أتمنى من حضراتكم تدوسوا لايك تدعمونا بيه للفيديو، ويلا بينا نبدأ حلقتنا ونقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة بفضل الله زي ما ذكرت لحضراتكم، النهاردة العرض برعاية قناة المزرعة البيتي. النهاردة معانا 5 نتي برق حر، 5 نتي برق حر، الأعمار 4 شهور، الأعمار 4 شهور. بسم الله ما شاء الله، مفطومين طبعا، شبعانين لبن زي ما حضراتكم شايفين الأحجام عاملة ازاي. اللهم صل على النبي، واخدين تحصين كوفاكسين 10 أمراض، وبيتم تحصين حمى النقل قبل الاستلام. يعني انت لما حضرتك تيجي تشيلهم بيتم تحصين حمى النقل قبل ما تستلمه. طبعا العرض ده الحبل واحد، الخمسة على بعض. سعر العرض دوت لفترة السعر بتاعهم لفترة محدودة، السعر هيكون 2250 جنيه، 2250 جنيه للراس الواحد. يعني حضرتك تضرب 2250 جنيه في 5، تفتح الآلة وتضربهم في 5 هيطلع لك الناتج الإجمالي. طبعا مفيش فصال فيهم، ده آخر السعر بإذن الله. غلا ما شاء الله عليها بتالف وما شاء الله عليهم، يعني تنتج منهم زي ما انت عايز، تدخلهم دورة علف تسمين أو سواء تنتج منهم، تجيب لهم ذكر وربنا يرزقك فيهم. المكان بشتيل إمبابة محافظة الجيزة. التواصل معايا على رقم 015-5955-1306، هسيب لكم الرقم بتاعي في الفيديو تقدروا تنقلوه وتتواصلوا معايا واتساب أو تليفونية. وأخيرا أتمنى من حضراتكم اللي نسي يدوس لايك في أول فيديو، يا ريت يدعمنا بلايك دلوقتي، يا ريت متنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس لو أنت أول مرة تتفرج علينا عشان يوصلك كل الإشعارات بتاعت العروض اللي بتنزل يوميا. شكرا لحضراتكم، كان معكم محمد مصطفى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.